ماذا يقول العلماء؟ القس الدكتور حنا جرجس الخضري يقول يا جماعة هذا الكتاب فيه أخطاء، بس هذا الكتاب لم ينزله الله عز وجل من أجل أن يقدم معلومات جغرافية وتاريخية، فلذلك هؤلاء الذين كتبوا ما كانوا جماعة متخصصين بالفيزياء وبالكيمياء وبالأحياء وبالفلك، لذلك وقعوا في أخطاء. الرب عصمهم من أن يخطئوا في القضايا اللاهوتية، لأن اللاهوت هو الغرض من إنزال الكتاب المقدس، أما هذه المعلومات فمن الممكن أن يخطئ فيها الكتاب المقدس. أوسم أصلي يؤكد هذا الكلام ويقول يا جماعة ما في داعي لاقتراح حلول لا توافق المنطق وتسبب لنا إحراجا ليس بالقليل، اعترفوا بأن هذا هو فيه أخطاء، لأن هذه التبريرات محاولة لوي النصوص ستؤدي إلى تسرب الناس بعيدا عن الكتاب المقدس. المطران كيرلوس بستريس يقول هناك روايات تناقض معطيات العلم، مثل النور يخلق في اليوم الأول، المياه اللي موجودة في السماء، الكون خلق في 6 أيام أرضية. هذا الكتاب ليس دروسا علمية في الكون، لذلك سامحونا لما تقرأوا فيه أخطاء. هو يصف فقط عمل الخالق، لأن الله لا يستطيع، الله لا يستطيع أن يصفه إلا في إطار الصورة التي كان البشر في القديم يرون فيها العالم. إذا هم يرون الأرض مسطحة، لا يستطيع الله أن يقول لهم الأرض كروية، يعطيهم كما هم يشاهدون أو كما هم يعتقدون. يؤكد هذا، يقول هناك تناقضات، فالأرض في نظرهم صفحة منبسطة تعوم على وجه المياه، فماذا يقول لهم الكتاب؟ يقول لهم كما هم يقولون، يقول هناك في الفضاء نصف كرة وهناك ماء في الفضاء كما تقولون، يقول لهم الكتاب المقدس. يقول قد يبتسم البعض لهذه التخيلات البدائية، ومن حقكم أن تبتسموا، لكن عليكم أن تعلموا أن الله لا يمكنه أن يعطينا تعاليمه إلا في لغة الشعب الذي نشأ فيه وحسب تصوره وعقليته.